السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. bienvenue notre chaîne opportunité pour réussir. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو 6 اماني دو لونسينيومون بريمير من كتاب باكور فرونسي. إذن هذا الدرس غادي يكون ديال برودكسيون دو ليكري. غادي نشوفو بيه كومون برودوير ان تكست ا كاركتر ارغومونطاتيف لا باج 100 ديال لونيتي 3. إذن كما تشوفو قلنا كيفاش غادي نحاولو نكتبو واحد النص اللي عنده طابع حجاجي يعني يكون فيه دي زارغيومون. غنقراو النص اللي عندنا في جوب سيرفي جو ديكوف غنشوفو كي داير هذا النوع ديال هذا الطابع حجاجي ولا ا كاركتر ارغومونطاتيف. نحاولوا نقراو النص ونشوفوا شنو فيه. نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون باش نحاولوا نكتبوا واحد النص ولا نحاولوا ان شاء الله نكتبوا شي نص اللي يكون عنده طابع حجاجي. امون افي لا تكنولوجي بريزونت دو نومبروز افونتاج. بروميرمون غراس ا انترنيت اون بو كومونيكي فاسيلمون اي رابيدمون افيك دي بيرسون دو نيمبورت كيل كوان دو موند. Deuxièmement, avec l'utilisation des machines modernes et des engrais, les récoltes agricoles ont augmenté. Troisièmement, les appareils électroménagers ont rendu les tâches ménagères moins difficiles dans les foyers. La technologie nous facilite donc la vie et peut améliorer notre quotidien. Et donc, comme je vous ai dit, il y a la technologie, il y a les avantages de la technologie. بالنسبة للسؤال الأول قالك دو كيل تيم ساجيتيل دون سو تكست. إذا شنو هو لو تيم اللي غالب على هذا النص هذا هو لا تكنولوجي. إذا إل ساجي دو لا تكنولوجي. السؤال الثاني كيل سون لي زيليمون كي مونتخ كيل ساجي دان تكست أ كاركتر أرغومونتاتيف. شنو هما العناصر اللي تبينو بأن هذا النص هذا عنده طابع حجاجي أ كاركتر أرغومونتاتيف. إذا عندنا أول حاجة هي ليكسبرسيون دو لوبينيون اللي مكتوبة لنا أمون نافي. ثاني حاجة هي الإكسبرسيون دو لاجو عندنا بروميارمون دوزيامون و تخوازيامون و حاجة وحدة أخرى بريزونس دي زارغيومون إذا وجود الحجج اللي هما غراس انترنيت أون بو كومونيكي أفيك لوتيليزاسيون دي ماشين مودرن لي زاباراي إلكتروميناجي أون روندو لي طاش ميناجيغ موان ديفيسيل. إذا هادو كاملين دي زارغيومون ولا حجج اللي تيبينو لنا شنو هي لا تكنولوجي شنو هما لي زافونتاج ديال لا تكنولوجي. السؤال الثالث قالك لوتور ايتيل بو او كونتر لا تكنولوجي كي سون لي زيليمون كي لو مونتر. اذا هو واش ضد ولا مع لا تكنولوجي وعلاه وشنو هما العناصر اللي تيبينوا لنا ذلك. اذا لوتور اي بور لا تكنولوجي كار ايل سيت سولمون سي زافونتاج. اذا هو ذكر لينا غير على لي زافونتاج هضر لينا غير على لي زافونتاج ديال لا تكنولوجي ما جبد ليناش لي زام كومبينيون. دونك هو مع لا تكنولوجي لوتور اي بور لا تكنولوجي. سؤال 4 بور ديفوندر لا تكنولوجي كومبيان دارغومون بروف او اكزومبل لوتور افونس تيل دون سو تكست. اذا شحال عطانا ديال لي زارغومون باش يحاول يدافع عنا على هذه الفكره ولا على لا تكنولوجي. اذا عطانا 3 ديال لي زارغومون لوتور افونس 3 زارغومون بور ديفوندر لا تكنولوجي. قال لينا غراس انترنيت اون بو كومونيكي فاسيلمون افيك لوتيليزاسيون دي ماشين مودرن اي دي زونغري. والحاجه الثالثه قالنا لي زاباراي الكتروميناجي اون روندو لي طاج ميناجير موان ديفيسيل. اذا هادو هما 3 ديال لي زارغومون اللي عطاهم لنا لوتور باش يحاول يدافع لنا على لا تكنولوجي. نمشيو دابا لجو مونطرين قالك اون ميدون لي زارغومون انديكي دو لا بواط اوتي سي دوسو جي كري ان تكست ارغومونطاتيف سور لي زانكونفينيو دو لا تكنولوجي. دونك حنا عطينا لي زارغومون وعطاونا بواطا اوتي غادي نحاولو نشوفو شنو فيها وغادي نحاولو نكتبو واحد النص كيما شفنا النص الاول هو بوغ لا تكنولوجي يعني هضرنا على لي زافونتاج. دابا حنا غادي نهضرو على لي زانكونفينيو. اذا هما عطاونا دي زارغيومون قالك اوليو دو فورنير دي زيفور سيغتان اليف روكور ا انترنيت بوغ فار لور دوفوار ا لا ميزون سيغتان اليف باس بوكو دو تون ا جوي او جو فيديو. L'utilisation des portables empêche certains élèves de réviser leurs leçons. Et dans le cas de la boîte à outils, il y a des expressions d'opinion pour moi, je pense, à mon avis, ou des expressions de la cause, car, parce qu'on est fait, ou des expressions d'ajout, d'abord, ensuite, enfin. Et dans le cas où l'on écrit un nom, il y a un texte qui est que je souligne dans mon texte les arguments que j'ai utilisés. Et dans le cas où l'on écrit un nom, je vais vous un nom. Je pense que la technologie a plusieurs inconvénients.
D'abord, certains élèves recourent à Internet pour faire leurs recherches au lieu de fournir des efforts. Ensuite, à la maison, certains élèves passent beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Enfin, à cause de l'utilisation des portables, certains élèves empêchent de réviser leurs leçons. Et donc, comme je vous ai dit, les arguments que nous avons utilisés, et donc, nous avons les expressions d'opinion, comme je pense que, nous avons utilisé les expressions d'ajout, d'abord, ensuite, enfin, ou nous avons utilisé les expressions de la cause, les y a à cause de. إذن هادو كاملين استعملناهم وحاولنا نكتبوا واحد النص تهضرنا على لي زانكونفينيو ديال لا تكنولوجي نمشيو لجو برودوي كيك جي كري ان تيكست ارغومونطاتيف بور ديفوندر ان برودوي دي سيونس اي تكنولوجي انترنت تيليفون بورتابل ريزو سوسيو اذا نحاول نهضر على شي نص يعني نحاول ندافع عليه على واحد الفكره ولا على واحد شي حاجه شي برودوي اللي تنتمي لنا اما للسيونس والتكنولوجي اما انترنت ولا تيليفون بورتابل ولا ريزو سوسيو انا نحاول نكتب لكم على انترنت Donc, aujourd'hui, Internet a bouleversé la vie privée et professionnelle de l'humanité. Premièrement, grâce à Internet, tu peux apprendre beaucoup de choses sans quitter ta chambre. Deuxièmement, avec Internet, tu peux communiquer avec un autre abonné, quel soit ton voisin ou qu'il habite à l'autre bout du monde. Troisièmement, tu peux l'utiliser pour visiter un lieu ou envoyer un mail. Donc, Internet facilite notre vie et élargir notre savoir. Et donc, هذا هو النص اللي كتبت لكم غادي تحاولوا تكتبوا نتوما دافعوا على واحد الفكره ولا واحد المنتوج اللي تينتمي قلنا للعلوم والتقنيات اذا انا هضرت على الانترنت ممكن تهضروا على التليفون بورتابل ولا طابليت ولا ريزو سوسيو اذا تختاروا اي حاجه وتدافعوا على هذا البرودوي هذا اذا نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس نتمنى لكم التوفيق شكرا لكم شكرا لكل متابعينا الاوفياء لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمه في القناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لا بواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليوا لينا غير كومونتير الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله الى اللقاء